بلينكن يقول أن لديه تصور كامل للسلام الدائم في المنطقة، إذن كيف قرأت أو تقرأ هذه التصريحات؟ سيدتي أتشرف بك وبضيوفك الأعزاء وبجمهوركم الكريم. يعني أعتقد بأن بلينكن تحدث عن الأشياء البعيدة الأمد، ولكن الأهم من ذلك هو أنه في هذه المرة وأمام وحدة الموقف العربي وأمام يعني التأكيد المصري الواضح تماما على مبدئية الموقف والدور الذي تلعبه موضوعيا الذي لا يمكن الاستغناء عنه الذي تلعبه مصر موضوعيا أمام كل هذه الحقائق، هو استعمل تعابير جديدة، يتحدث عن وقف إطلاق النار، أتحدث بالملموس عن وقف إطلاق النار طويل الأمد، تحدث أيضا عن قضية الجسر البحري، تحدث أيضا عن قضية المساعدات الإنسانية، وتحدث بوضوح كما لم يسبق للإدارة الأمريكية أن تحدثت بهذا الوضوح من عاصمة عربية حول موضوع رفح. هذه هي يعني هذا هو السمك الذي لدينا الآن في السلة. أما السمك الذي لا يزال في الماء، ما من الواضح أن سيدتي هناك العديد من القضايا التي تحتاج المزيد من الموقف العربي، ولا شك أن الموقف اليوم كان ممتازا، فحسب ما يصلنا من تقارير كان هناك وحدة للموقف العربي ولم تكن هناك يعني أحاديث مختلفة بين الدول العربية، كان هناك توافق مع الموقف المصري، وبالتالي هذا الأمر يضع مهام جديدة أمام البلاد العربية وأمام مصر والمملكة العربية السعودية وباقي الدول العربية بشكل رئيسي من أجل الاستمرار في الضغط ودعم هذه العملية. المشكلة الرئيسية هي أنه بماذا سيعود بلينكن من إسرائيل؟ هل سيعود بعمل تدرجي يحاول فيه نتنياهو إنقاذ مأوجهه دون أن يصطدم مباشرة بما أصبح الآن يمكن اعتباره خطوط أمريكية؟ أم أنه سيتجاهل وماذا تصرف الولايات المتحدة الأمريكية؟ ولكن يبدو أيضا من خلال الكلام هو أن بعض القضايا المتعلقة بالتوجه لمعالجة القضايا طويلة الأمد أصبحت قريبة المنال، بمعنى أن هناك رؤية متقاربة بين بعض الدول العربية، رغم أن هناك اختلافات كبيرة عادة بين العرب وبين الأمريكان فيما يتعلق بتصوراتهم. أعتقد هناك ملامح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحرك تدريجيا موقفها، وإن كنا كما قلت أنا لا يزال هذا سمكا في الماء.